انت عارف زمان كان بتحصل كده دكتور، كان بتنزل شركات، احنا عندنا عزبه اسمها عزبه محمد باشا محمود اللي هو كان رئيس وزراء مصر سنه 26 ده. نعم. بتنزل شركات كانت حوالي 250 فدان، هي كانت اكبر بس التصلاح الزراعي بوظها يعني. كانت 250 فدان، تنزل شركه تشتري محصولها لثلاث سنين جايين. ايوه، وانا ليه بقى؟ لان انا متفق مع الحكومه وعارف الاسعار الدوليه وعارف الاسعار غاليه بره. كانت الفلاحين عندنا في البلد كلهم يا استاذ محمد، كانت الناس بتجوز عيالها ازاي؟ كان محصول القطن بيتباع قبل ما بيطلع. صح مظبوط. طب انا بقول لك في الفلاح هو، وتقول لي الاوكرانيا وروسيا وفي حرب، هو انت لازم تلزق مصايبك كلها على غيرك؟ ما هو انتوا اللي غرقتوا البلد. هو مش السيسي دي يا استاذ محمد اللي جه وقال لكم انا هستزرع لكم مليون فدان؟ 4 مليون واقل من مليون فدان ونص. ايوه اتزرع المليون، بقالكم 10 سنين في الحكم، هو تتزرع المليون فدان ولا اي حاجه. طيب انتم ما 100,000 مره قلنا لكم لا. استنى يا دكتور، ده هو اللي قال في المؤتمر ده برضو، قال المليون ونص فدان ما اتزرعش 40% منهم، هو اللي قال في المؤتمر ده. ما انا بقول لك خلي علي بس اللي مع حضرتك اهو، جبنا الفيديو اهو، جبنا الفيديو اللي بيقول فيه ان الاخوه في الخليج ما يردوش يدفعوه، نسمعه كده. ايوه اتفضل. اخر امر اقوله، أمر آخر مهم، حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل. في تعبير كتبته بس مش هقوله. مصطفى ده قال الكلام ده من الكراسة الحمراء اللي بيحطها على الكومودينو بالليل. أنا قلت التعبير ده عنه يعني، لأن ده كان كلام خارج سياق الحديث بتاعه. طيب يا دكتور معلش عشان الوقت عدى علينا، أنا عندي سؤال كده سريع يعني. أنا بس الله يرضى عليك. اتفضل. شايف السيسي كلامه، اللي بيفهم علم نفس يبان لك إن الراجل قد إيه في مأزق. أيوه. ويبين لك إن هما لو كانوا بيسمعوا كلامنا اللي إحنا بنتشتم ليه النهار، كان عارف ان احنا غرضنا الناس وصالح البلد دي، ان لو انت بتزرع اللي انت عايز تاكله في بلدك، وان شاء الله قامت 100,000 حرب بكره بين اوكرانيا وبين العالم كله. انت تعرف الحرب العالميه الثانيه يا استاذ محمد كانت مصر هي سله الغذاء لاوروبا؟ أي. الحرب العالميه الثانيه مصر كانت بتنتج انتاج ضخم جدا، وكنا بنسوق لاوروبا بالكامل، كان بيطلع الانتاج من مصر. ده قريب. انت تعرف ان مصر يا استاذ محمد هي التي كانت تطعم الدوله البيزنطيه؟ لا، والدوله الرومانيه القديمه كانت سله غذاء روما. ايوه. فانا دلوقتي من 52 وانت عندك عجز في الميزان الزراعي، واقول لك كمان، وانا حيل كل الساده المشاهدين على هذا الكلام، وكلام مش كلامي بس عشان يروحوا يشوفوا، السفير المصري كان السفير في روسيا مراد غالب عليه. عارفه ده ايه ايوه عارفه. عارفه مراد غالب بتاع موسكو، كان في موسكو، وكان فتره مسك مدير لمكتب الرئيس عبد الناصر. تعرف ان بيقول ان السفير الروسي لما جه من لقائه مع عبد الناصر سنه 66، عبد الناصر بيقول له ممكن تدبروا لنا قمح؟ يعني ايه يا استاذ محمد؟ يعني مشكله القمح من 66 وعندك عجز فيها. طب ما انا شفت وعشت وشفت الناس كانت بتقف طوابير عشان تشتري الدقيق في مصر يا استاذ محمد. ده يديك اشاره ان انا انتج السلعه دي. الرئيس مرسي والدكتور باسم عوده لما رفعوا اسعار القمح للناس، العربيات بقت واقفه طوابير على المخازن، عشان تورد القمح. ما هو ده مش ابتكار. وانا شغلت قوة السوق بالنسبه لنا احنا في الاقتصاد، زي ما اساتذتنا بتعلمنا اليات السوق الحر. انت ارفع سعر السلعه خاصه اذا انا محتاجها زي القمح، ارفع سعره وشوف بكره يحصل ايه عندك في الاقتصاد. انا كحكومه ما تخليش حد يخش فيك، دي سلعه احتكاريه ما ينفعش اديها لشركات تيجي تورد لي. اي بس ده يا دكتور، لو انت في نظام ما بيحميش، لان انت تعرف اكتر مني، انا اعرف اسم واحد من الاسماء اللي بتستورد القمح دي، حيتان كبيره يا دكتور، وسبوبة كبيرة جدا لمجموعة أشخاص أو شركات بتستورد القمح ده. النظام نفسه بيقسم معاهم يعني من أيام السادات. خلاص
يبقى خلاص. انت جبت لنا حل للموضوع. لا لا انا اعرف، انا اعرف اسم واحد فيهم، اعرفه من ايام مبارك من التسعينات. أيوة. اعرف اسم واحد بيستورد القمح من اوكرانيا، والاسم ده بص قامت ثوره يناير، نزلت ثوره، لسه موجود وشغال زي الفل. دي شركات حيتان كبيره. ومات يا استاذ محمد.